مدد بالحرارة، فهي خلاص أنا تجربة عملتها. عبد المنعم لو خد الحديد وعرضه الحرارة برضه هيتمدد، أستاذة فاطمة لو خدت الحديد عرضته الحرارة برضه هيتمدد، فدي بقت حقيقة علمية. تمام، وحقيقة علمية يعني إلى أن يثبت العكس. تمام، بعد كده عندنا بقى حقيقة، الحقيقة ديت بقى اللي هي حاجة لا تزال، اللي هو بقى يقين، حاجة لا تزال بالشك ولا بالوهم ولا بالظن. ودي أصلا مش موجودة في العلم، لأن أداة العلم أصلا بتشتغل بالاستقراء، ولا يمكن الوصول حقيقة كاملة بالشكل ده بالاستقراء. فالعلم أصلا ما فيهوش حاجة اسمها حقيقة، اللي هي الحقيقة المطلقة، ما فيش حاجة اسمها كده في العلم أصلا. فدول الأربع حاجات، أنا بس عاوز نفرق ما بين الحاجات ديت. الحقيقة المطلقة دي ما ينفعش تكون موجودة في العلم أصلا، هي ممكن تكون موجودة في الفلسفة أو في الدين، في فرق لكن في بين ان انت توصل لها بالعلم وان في حقيقة فعلا لا، مش بتكلم عن انت ميثود، مشاهدها. مش بتكلم عن ميثود دلوقتي، انا بتكلم ان العلم التجريبي. تمام، خلينا نكون واضحين، العلم يا التجريبي محمد افهمني بس، اساليبه كلها يعني استقرائيه. في حقيقة انت ممكن توصلها ولا لا؟ اه في لا، انواع، مش في انا حديث، بتكلم على حقيقة العلم التجريبي، رياضية، التجريبي الحقيقة الموصودة. انا بتكلم على العلم التجريبي دلوقتي. العلم التجريبي اداته او ادواته كلها استقرائيه، فالادوات الاستقرائيه ما ينفعش توصل منها لحقيقه مطلقه. تمام، هو عبد المنعم قصده يقول لك ايه؟ ان في ظاهره خلال دلوقتي العلم عندك في اصلا. الكون، في ظاهره عندك في الكون مثلا زي تنوع الكائنات الحيه، فاهم؟ فهو ده بيقول لك ان دي حقيقه موجوده في الكون، بس دي النقطه اللي وقابله المنهج للغزو. انا العلمي متفق ليس معاك ان انت النتاج على المنهج انه العلمي مش حقيقة هيوديك، علمية. انا فعلا انا متفق معاك ان المنهج العلمي نفسه مش هيوديك لحقيقه، هو اخره نظريه، لا انا الا لو لا، هو النظريه دي، يوديني الحقيقة علمية ترو، بس مش تروس، لا ما مش فاهمني؟ هيوديك لحقيقه علميه اصلا، لا ده هيوديك للنظريه. النظريه دي مثلا شفتها، شفت مثلا حيوان بيتطور قدامك بأوبزرفيشن، لا خلاص هنا بقى انتقلت من النظريه الحقيقه بقى، خلاص بقى التطور حقيقه. ونسأل سؤال تاني بقى، ليه بيحصل التطور؟ نجاوب عليه بقى. ده بيت بس خليني أنا قبل إذا عايز ناخذ تكسبني. مداخلة محمود والطائر أول، خي يقولوا رأيهم. هو اللي انا كنت بقوله عبد المنعم، انت ما خدتش بالك، انا وصلت ما بين السلام حقيقه عليكم. علميه. آه عليكم السلام، المداخلة ولا تفضل ايه؟ محمود. او ممكن عادي لو محمد يكمل كلمته اتفضل يا واتكلم مع اتفضل بعض على طول. طب اتفضل يا محمد. هو انا كنت بفصل ما بين حاجتين، كلمه حقيقه اللي هي الحقيقه المطلقه، تمام، اللي احنا بنوصلها عن طريق المنطق او عن طريق الفلسفه او في الدين، حاجات يقينيه عن طريق استنباط او صبر وتقسيم، وصبر وتقسيم كامل اقصد. لكن الحاجات التجريبيه دي كلمه حقيقه، لكن الحاجات اللي في العلم التجريبي، تمام، دي كلها بتشتغل منهج الاستقراء. فالاستقراء ده في حد ذاته هو مش بيوصل للحقيقه، هو بيوصلك لحاجه هي ترو، بس ما هيش ترو، ما هيش حاجه مطلقه، الى ان يثبت العكس فهي حقيقه. فدي فكره حقيقه علميه. لكن هو حقيقه اللي العلم هي ما مطلقه، بيوصلكش الحقيقة فالعلم علميا، التجريبي مش بيوصلك ليه. العلم يعني العلم ما بيوصلكش الحقيقة علميا، يعني العلم مش هيقول لك ان الحديد مثلا يتمدد بالبرودة دي حقيقة مطلقة، يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، مش هيقول لك ده حقيقة، هيقول لك ده حقيقة إلى الآن. بالظبط يعني بالظبط، ده اللي انا كنت بقوله، ان دي الفرق ما بين الحقيقه والحقيقه العلميه. بس فدول الاربع حاجات، الفرضيه والنظريه والحقيقه العلميه والحقيقه. ممكن بقى تفصل ويعتمد الحقيقه أنت تاخدها. ماشي على أي منهج. إذا ماشي على المنهج العلمي المثبت عن طريق المؤسسات العلمية، على فكرة المؤسسات العلمية كمان ما هي جهة واحدة، يعني أغلب المؤسسات العلمية تقر المنهج استنى عشان العلمي بس اللي اشوف يقول الناس لسه ما قالتش أن رايها. النظرية طيب كيف. نرجع لك تاني بس عشان في ناس لسه ما قالتش رايها، محمود ناخذ وطائر محمود. وكده. محمود الطائر. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، تفضل. وعليكم السلام. دلوقتي عندي الفرق بين النظرية، الفرق بين كلمة نظرية وكلمة حقيقة. فكلمة حقيقة لغويا يعني هي بتتقال على الشيء الثابت، الشيء فعلا الحق الواقع اللي انت شايفه ألا قدامك، اللي انت أيوه تقدر تثبته، يعني هو شيء، حاجة انت شايفها بعينك، تمام، او أيوه بس يعني اديني المعرفة دقيقة، الفطرية النت لأربعة، وحش شوية، حاجة تحس بالمعرفة دقيقة الفطرية بس. لأربعة. تمام، اتفضل. لا هو تقريبا الصوت بيوصل له متأخر، كمل يا طارق. تمام، حاجة بالمعارف الفطرية الأربعة، تمام؟ حاجة مثلا أنت بتعرفها من نفسك، أو أنت مثلا بتشاهدها بالحواس الخمسة اللي هم الظاهرة دول، فأنت حاجة يقينية. أما النظرية بقى هي إيه؟ النظرية ممكن تعمل حاجة يقينية، أه بس إزاي؟ يعني إيه النظرية بس الأول؟
دلوقتي كان في نظم الكوكب الساطع في أصول الفقه، كان قال إيه؟ كان قال حتة حلوة أوي، قال لك: أما الدليل فهو، ثم الدليل ما صحيح النظري فيه موصل لقصد خبري. فإحنا هنقف مع عند كلمة النظر دي، فيها هي النظرية، تمام؟ يعني نسبة بس للنظر، تمام؟ وده مصدر صناعي. المهم إن كلمة النظر هنا هو تحرك الذهن من المبادئ للمقاصد علشان يرتب المبادئ بحيث إن هو يوصل لحاجة معينة. يعني أنا دلوقتي مثلا لما أجي أقول لك اسمك إيه، أنت دلوقتي هتقوم فاهم من كلمة اسمك إيه ده إن أنا بستفهم، وبعدين بستفهم عن اسم معين، فذهنك يقوم جاي منقول لجوه الذاكرة يجيب إيه هي معنى كلمة اسمك إيه، يجسدها ويجيب معنى الاسم اللي بيدل عليها، اللي هو مثلا أستاذ عبد المنعم، وبعدين يقوم جاي مرتب الموضوع عبد المنعم كذا كذا كذا، ويقوم جاي مرجع لي قايل لي الاسم ده. العملية دي اسمها النظر، تمام؟ اللي بينتج عنه بقى ده اسمه نظرية. دلوقتي يعني النظرية في نفس الموضوع بقى على التطور كده، يعني لو احنا جينا نطبقها عليه، هو برضو في واقع احنا شفناه قدامنا، الواقع ده احنا بنفسره بنظريات. يعني واقع مثلا احنا شفنا ان احنا دلوقتي احنا جينا، تمام؟ هو بقى عايز يفسر احنا جينا ازاي، دي حاجة احنا ما شفناهاش، حاجة مش يقينية، تمام؟ فيبتدي ان هو يعمل عقله فيها ويجيب مقدمات ويقول لك: لا ده اصل احنا في تشابه مثلا ما بيننا وبين مش عارف ايه، يبقى احنا شبه ايه وهكذا، تمام؟ بس دي كلها افتراضات. ليه؟ لان يعني دي كلها نظرية، يعني تقبل الصواب والخطأ ده باعتبار نظر المتكلم، ممكن يكون هو بص في اخطأ او بص في اصاب على حسب. طيب بالنسبة لهل النظر ده يوصلنا لحقيقة مطلقة؟ اي يوصلنا لحقيقة مطلقة الى الان، زي ما انتم بتقولوا الى الان، تمام؟ يوصلنا لحقيقة مطلقة الى الان. وانا دلوقتي لما باجي اتعامل ما بتعاملش بالمستقبل، انا بتعامل بالماضي والحاضر، ما بتعاملش بالمستقبل، تمام؟ فلما انا اقول لك، يعني دلوقتي لما انا اجي اقول لك بمعنى دلوقتي مثلا، اما انا اجي اقوم جاي قايل لك يعني ايه الماضي والان ويعني ايه المستقبل. دلوقتي لما انا اجي اقول لك النار بتحرق، تمام؟ النار بتحرق، دي حقيقة، حقيقة مطلقة، ما ينفعش اقول لك حقيقة مطلقة الى الان فلا يعتد بها. ماشي، حقيقة مطلقة الى الان، ماشي، حقيقة ممكن تكتشف بعد كده نار ما بتحرقش، بس المهم يعني ان لحد الوقت اللي احنا فيه ده حقيقة مطلقة، ما ينفعش ان انت تكذبها. يبقى ما ينفعش ان انت تستدل بكون الحقيقة دي حقيقة مطلقة الى الان ان انت تكذبها، تمام؟ ده مش دليل على التكذيب، انما التكذيب بيكون بالأدلة مش بكونها حقيقة مطلقة ولا لا، تمام؟ بس ده اللي انا كنت عايز اوصله. شكرا، نرجع لمحمود. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. هو في نقطة بس يعني أبدأ منها وأخش على طول في الإجابة على السؤال، وهي يعني أظن في ناس كتيرة طرحتها بطريقة يمكن أحسن من اللي أنا هطرحها بيها دي، بس يعني وجب الطرح. إحنا علشان نأكد حاجة إن هي حقيقية أو حقيقة، لازم نشوفها. بمعنى إيه؟ الفرق ما بين النظرية إن إحنا بنشغل عقلنا شوية عن طريق إن إحنا بنستدل أو على ما نوصل للحاجة، لكن الحقيقة بنشوفها حاجة بتحصل قدام عينينا. طبعا في حاجات كتيرة ممكن بالاستقراء ممكن نحاول نوصلها إن هي تبقى حقيقة لما الأدلة اللي بتدل عليها تبقى أكتر وقوية كفاية، بحيث إن إحنا نبدأ نحطها في خانة الحقيقة دي. طبعا في، ودي أكبر دبيت موجودة دلوقتي، يعني أكبر دبيت موجودة هو ربنا موجود ولا مش موجود مثلا. فإحنا عارفين إن يعني لو الناس مؤمنة يعني وكده، ربنا موجود، دي حقيقة مطلقة، ده اللي اتبنى عليها أصلا كل حاجة، ربنا موجود دي حقيقة. طيب هل إحنا شفنا ربنا؟ لأ. طب ازاي احنا نقول عليه حقيقة مطلقة واحنا برضو ما شفناهوش؟ يجي بقى بنرجعه بقى لان الايات او الادلة اللي بتدل على وجوده overwhelming، او يعني اكتر من ان هي تخليها مجرد حاجة يبقى فيها بالنسبة للناس المؤمنين طبعا. فبالتالي برضو من نفس المنظور ده، البحث العلمي ككل في حاجات كتيرة جدا مش accessible، مش ما نقدرش نشوفها بتحصل قدام عينينا، ولكن ممكن نستدل عليها عن طريق آيات وأدلة توصلنا إن إحنا نتأكد إن فعلا الحاجة دي ترتقي لمستوى الحقيقة. دي كانت أول نقطة كنت عايز أقولها. ومن النقطة دي هرجع بقى لحتة التطور. أنا بالنسبة لي أنا شايف إن التطور عدى المرحلة اللي هي حتة مجرد نظرية، لأ،
التطور عدى المرحلة دي ودخل في حتة إن هو يبقى حياة مطلقة. وبرضه مش هستند برضه على حتة إن إحنا لازم نشوف التطور بيحصل قدام عينينا علشان نتأكد إن هو حقيقة ولا لأ. لأ، إحنا ممكن نشوف الآيات أو الأدلة اللي بتدل على وجوده. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا لو بصينا في جسمنا نكتشف إن التطور ده بيحصل من على أقل مستوى لحد المستوى الأكبر. يعني إيه؟ في كده مقولة زي بيقولوها كده إيه؟ like above like below، يعني أو like below طب هو like احنا ما above، يعني بنتكلمش دلوقتي عن التطور اصلا، يعني نعم. بيأسفني ان انا يعني إيه احبط امالك، معلش بس احنا بنتكلم يكمل بس ويكمل ثانية بس النقطة معلش. بعدين. هو احنا مش بقاطع يعني استاذي، احنا لسه الوقت بنتكلم ايه الفرق بين الحقيقة والنظرية؟ بس لا، يعني ما انا قلت لك انا طرحت النقطة دي لسه طيب طرحها دلوقتي. طيب يعني انا احنا بعد لسه كده بقى هنخش في التطور. دخلت منها، بنيت عليها، بنيت لا على النقطة هنبني اللي انا عليها دي بقى طرحتها دي. لسه الديبيت اللي جاي. استنى ازاي الديبيت اللي جاي دي؟ انت بتقول لي صدقني السؤال بس، اللي انت عامله ريف. طب يا استنى بس معلش، ثواني بقى، احنا بقى هنقول بقى هل التطور يعني حقيقة بقى ام نظرية؟ يعني انت دلوقتي عرفت النظرية وعرفت الحقيقة صحيح؟ ايه اه شكرا. هنسألك بقى السؤال الجاي اللي هيدور عليك يو. طيب التطور دي في حد ذاتها حقيقة ولا نظرية؟ يعني فاهم؟ يعني انت لسه هتلف لفة تاني دلوقتي ولا ايه؟ أيوه، متخافش خالص. أستاذ اتش، السلام مساء عليكم، مساء الخير. الخير. اهلا وسهلا. شو اسمه، تبون اتكلم عن الادلة او اتكلم عن يعني الفرق بين طبيعة الادلة النظرية ولا اقدم دليل على التطور، الفرق بين او النظرية اشرح شنو والحقيقة. دليل قوي او دليل ضعيف؟ الفرق بين النظرية والحقيقة. اوكي، في المنهج العلمي اذا احنا نتكلم اذا شدي اشرح لكم النظرية في المنظور العلمي، لان النظرية في المنظور العلمي يختلف عن النظرية بشكل يعني استعمالها بين العوام. يعني في المنهج العلمي عندنا بيكون عندك ادعاء، وافضل نقول تفسير. عندك تفسير معين لشيء، لتساؤل معين، عندك تفسير ألف باء جيم دال إلى آخره. الأدلة دليل ضعيف إذا كان يعطي مصداقية لتفسير معين فقط، بينما دليل قوي اللي يعطي مصداقية لتفسير معين وينفي غيره. إذا الدليل ينفي كل البقية للتفسير، هذا جدا قوي دليل. ايه هي فمقدار النظرية؟ الأدلة تعريف النظرية إيه؟ حين جاي. فيعني إذا أدلة ضعيف، إذا تفسير معين لأدلة ضعيفة، فبيكون من فرضية إلى حدس، يعني مجرد conjecture. لكن إذا الأدلة معاها قوية، نفس اللي وصفتها هذا، تترقى من حدس إلى نظرية. يعني نظرية في الاستعمال أنت عرفت النظرية العلمي دلوقتي؟ ان اعلى مقدار ثقة مطلقة دائما. طب فرق لي بس، أنا عايز التفريق يا أستاذ اتش. أنتوا سامعيني يا جماعة؟ صوتي واصل؟ يا واضح دكتور كلير. عبد المنعم، انا بس اسمح لي انوه لحاجة، علشان انا جات اتفضل. لي مسجز من دكاترة يعني بيلوموا انه احنا بنتكلم، في ناس من العوام يعني بيتكلموا من غير تخصص. فانا بس عايزة اشير انه الروم هي لتبادل الاراء، ولا مجرد يعني عايزين نشير ان هي مش تخصصية، يعني مش بنتكلم في العلم كمنهج علمي وان احنا بنناقش نظرية التطور من خلال متخصصين عشان
يبقى ده واضح وبكل شفافية قدام الناس. احنا دلوقتي كلنا اظن عندنا مرجعية. حد ادعى انه متخصص؟ ما اعتقدش ان حد ادعى. لا انا جالي بس قصدي رسائل يا دكتور عبد المنعم يعني ان هي ما فيش متخصصين وكده، فاحنا بس بنشير انها لمجرد تبادل الاراء، وانها يعني احنا بنتكلم زي بنقول كده دردشة مسائية يعني. وطبعا لو حد متخصص يحب يضيف رأي طبعا مرحب بيه، بالعكس هيثري الروم وهيضيف إضافة عظيمة، وكلنا أصلا نقبل يعني التصحيح دكتور مرة ده. بليز، ما في تخصص ايه تطور ده نظرية في كتاب قد كده؟ لا لا طب لا، ما تخصص هو في ايه؟ مفيش ناس تخصص في التطور اصلا. لا لا لا، لا في لا لا، علماء في متخصصين بيولوجيست، إزاي في يعني؟ بيولوجيست. اوكي ماشي. ما بص، أعمل أحياء. انا موليكولار بيولوجي، فدي ورقة في تخصص يا جماعة. ده ورقة يا في أستاذ فرق ان انت فيرولوس، لا تاخد في ناس سبيشالست مثلا، فيها اسمعني you know. فاهمة فاهمة اسمعني، في دلوقتي ناس مثلا بتقول رأيها مثلا في المنهج العلمي أو رأيها في يعني احنا مش بنأصل. أنا ده اللي أنا بضيفه دلوقتي، إنه مش لازم كل اللي بتكلم يبقوا دكاترة أو متخصصين أو عندهم. أنا ده عشان يبقى واضح إنه قد تكون في مغالطات، يعني دي مجرد دردشة أنا بأصله من باب الأمانة العلمية. احنا دلوقتي مش كل اللي بيتكلم يا جماعة متخصص، مش كل اللي بيتكلم عنده مرجعية علمية، لا مرحب بالجميع يتكلموا من باب الدردشة، لأن احنا عارفين ان احنا متناولين هذه القضية، كلنا فاهمين احنا ليه بنتناولها وبنتكلم فيها دلوقتي، سواء كان حد عنده مرجعية دينية او غير دينية. فبس ده للإيضاح، بس ده هيلايت على الموضوع يعني، انه احنا مش بنتكلم فيها، فقد تكون في مغالطات. يا ريت لو حد عنده تصليح لأي مغالطة سمعها يتفضل يقولها لنا. تمام، بس خل شكرا حسن جدا. يكمل لأنه ما كمل مداخلته لو سمحتوا. حسن تفضل. أنا مش عارف، هو كان النت بيقطع عنده أو حاجة يعني. فيعني تفضل هذا حسن. تفسير. إيه نعم. أو فيعني هذا كان تفسير، يعني سألتوني شنو نظرية، هذا نفس اللي وصفته، هذا نظرية. نظرية يعني الأدلة اللي فيه جدا عالية، يعني مقدار، يعني إذا يقولون شيء نظرية فمقدار الثقة أعلى شيء ممكن. وش اسمه مثلا الدليل، مثلا دليل التطور مثلا اكتشفه في جينات الإنسان، في جين غير مفعل يعني معطل. هذا الجين إذا كان طيب فعال احنا مش كلامنا اشتغل. عن التطور دلوقتي، اوكي، لا احنا لكن بنتكلم بجيب الاول مثال ما هي النظرية الجين وما الغير. هي الحقيقة العلمية. هذا عجل نفس اللي وصفته، ان نظرية هي اعلى مستوى ثقة، لان في المنهج العلمي دائما هناك مجال للشك، بل يعني كعالم اللي تسويه دائما تنفي ادعاءات غيرك. يعني اذا تقدم نظرية تطور مثلا، الكل لازم يحاول يثبت نظريتك خطأ، مو يصدق بها كذي يعني. يعني وفي أدلة واجد يعني. أنا كنت بجيب مثال تمام. الجين اللي غير لا المعطل لسه يعني احنا ما اللي يعطي دخلناش في دي ايفيدنس دلوقتي، لسه ما دخلناش في ايفيدنس خالص. كريستوفر يا جماعه احنا هنلف فيعني لفه لازم تانيه تعطي تفسير. ثانيه بس التفسير والحاجات دي بعدين يعني، فاهم؟ احنا اوكي لسه ما دخلناش في نظريه التطور. بس انا هديك كان دوري الدور بعد اتش ايه، انا اظن دوري وصلت صح رايت ارفع يعني. صباح كريستوفر بس الدور. ومحمد معانا انت يعني، ما فيش مشكله. مرحبا، تمام، مسموع الصوت؟ اتفضل يا كريستوفر. الفرق بين الحقيقة، النظرية والحقيقة. الحقيقة هي أي ظاهرة نقدر إحنا نلاحظها، والنظرية هي أفضل، فينا نقول أفضل تفسير لحد الآن يفسر هاي الظاهرة بكل بساطة. تمام. اتفضل يا محمد. تمام. تقريبا نفس كلام كريستوفر، بس ابي اضيف هم شغله زياده. هو اصلا السؤال هذا ما ينفع، كاني قاعد اقول شنو الفرق ما بين المصباح وما بين النور، تقريبا بنفس هذه الصيغه لما انا اسال عن النظريه وعن الحقيقه، لان يعني النظريه المصباح هي هو معتمده النور؟ اصلا على حقيقه. لا شفت شلون الفرق، ان المصباح يعتمد على النور حتى يكون مصباح اصلا. فهذا نفس الاسقاط تصبطه على العنوان اللي هو هل التطور نظرية أم حقيقة؟ أنا أقدر أقول الفرق بين المصباح والنور عادي، يعني سؤال مش غلط يعني.
فاهمني؟ لا بس بس هو واحد معتمد على الثاني، هي النظرية معتمدة على الحقائق أصلا، بس ما فيش مشكلة، قول إن قول إن فما ينفع معتمد. أختار بينهم. هو على فكرة العكس يا محمد، الحقيقة اللي معتمدة على النظرية مش النظرية اللي بتعتمد على الحقيقة، النظرية بتيجي الأول على الورق وبعد كده الساينتفك فاكتس بيجي، مش الساينتفك فاكتس لا بيجي لا وبعد كده لا تشوف يا بقى كيوان، النظرية. لا 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 بص بالعكس، النظرية هي مفسرة للحقائق أصلا، يعني في مفسرة حقيقة للبواهر. مثلا اسمها تنوع الحيوانات مثلا يا أستاذ كوريلوس، فتيجي نظرية التطور تفسر لك ليه التنوع ده موجود، بالضبط. يعني هي دي الحاجة اللي بنحاول نوصلها. تماما. أعتقد إن أستاذ محمد قال، كريستوفر قال، حمزاوي، أستاذ حمزاوي اتفضل. الفرق بين النظرية والحقيقة، أستاذ حمزاوي معانا؟ تمام، هنمشي الكيو. نظرية التطور نظرية ولا حقيقة؟ أو تطور نظرية ولا حقيقة؟ من أولى بإسحاق كده. فاطمة، إسحاق معانا؟ إسحاق مشغول، كمل. طيب أنتي مثلا، لا لا التطور كمل، نظرية أم كمل حقيقة؟ طول دور. تمام، دكتور مروة. طيب خليني أقول وجهة نظري في التطور. أنا حابة يعني إن كل واحد يقول وجهة نظره على بعضها، يعني إن إحنا ما نقسمش السؤال لأن لا هو عشان، لا المتبادل. علشان احنا نوصل لكونكلوجن معين كده يبقى الكل متفق عليه، فاهمان يعني؟ انا يعني شايف ان انت ده افضل. بتأسس المفاهيم الأول عشان نبقى ايوه متفقين ايوه عليها. ايوه ماشي، مستغربة شوية الطريقة بس طيب اوكي، بما ان انتوا اللي بتديروا الغرفة فتمام. التطور انا يعني اقول الرأي القاطع الفاصل، يعني التطور انا شايفاه ماشي، نظرية قولي رأيك فيها. علمية هي ليها دلائل طبعا، وهي موجودة كنظرية علمية، ما فيش حد يقدر ينكر وجودها يعني، أو يقول إن هي غلط لأن هي موجودة، ده واقع يعني، نظرية تمام، التطور موجودة. أما بقى هي نظرية يعني مثبتة ولا لأ حقيقة، لو بناء على تعريفنا اللي احنا أصلنا ليه الحقيقة دي اللي هي خرجت بره حيز المعمل، لا انا مش لمساها بايدي ولا هقدر اشوفها بعناية، لكن هي كحقيقه علميه مثبته، نعم هي حقيقه علميه مثبته، يعني اقدر هي مش انا نظرية؟ الاحظها لا هي نظريه طبعا، هي نظريه، بس الفكره ان احنا دلوقتي لعبنا بمدلول الكلمات، يعني زي دلوقتي ما استاذ دكتور محمد عصفور قال لك من شويه طب ثانية يا انه دكتور انت مروة، ثانية. الحقيقه. طيب اتفضل. أنا هقول حاجة بس وبكمل. طيب إحنا معظم اللي في الروم اتفقوا إن الحقيقة العلمية دي حاجة يمكن مشاهدتها وملاحظتها، يعني حاجة زي الـ observation كده، زي ما أستاذ محمد عصفور قال، وإن النظرية دي شيء بيتبنى على الحقيقة دي، تفسير للحقيقة دي. حد معترض على على التعريفات دي؟ لو حد معترض يقول. أنا ما اعترض على تعريف الحقيقة، إن بالضبط، هي ما هنرجع شيء نختلف يمكن يا دكتور مشاهدته. عبد المنعم. لا يمكن يعني هو لا تشوف اللي نسميه حقيقة اليوم هو رأي 90% من الشباب، بس ممكن أن يكون حتى منهجيتنا العلمية خاطئة تكون للوصول يا لهذه أستاذي الحقيقة. الحقيقة بعيدا أنت عن المنهجية دلوقتي العلمية أصلا. هتأصل أن الحقيقة هي اللي نستطيع مشاهدتها بالعين أو مش بحواسنا، لازم، مش صح لازم كده؟ بالعين. أيوة لا المدركة مثل ما بالحواس. قلت من قبل أنه حتى ممكن بس بالفكر تكون موجودة الحقيقة على حسب وصفنا إليها. لا ما احنا مش بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم على شيء الساينتفك. مادي يعني يا دكتور عبد ممكن المنعم. الحقيقة الحقيقة تظهر بالأدلة إذا ليست بتتكلم بالحواس. عن scientific fact هذه opinion of 90% of the لا scientists. لا 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 لا، ما فيش حاجة اسمها أما opinion. شيء اسمه حقيقة مطلقة، يعني لا لما انا هذا اقول الشيء يا مو موجود في حياتنا. استاذ، لما انا اقول دلوقتي ان التطور او ان تنوع الكائنات دي حقيقة، يعني متفق فيه بين العلماء. لا يعني ده ملاحظ، لأن العلماء كامل ممكن يكونوا غلط، يعني احنا في النهاية مو الله. يعني اللي ما يعني تسميها لا هو بيقول لك حقيقة إنه علمية. ليه الحقيقة انعكاس، العلمية لها تعريف محدد. ليه انعكاس على طيب أرض الواقع، صح كده قصدك كده؟ إنه أنا أقدر أشاهده هي أو دي مش أفهمه. معلومة ما دي فهمت. مش الساينتفك ميثود في الحتة دي يا استاذ جعفر، فارجو ان انت ترجع للساينتفك ميثود. لا الحقيقة دي ما يدرك بالحواس. و الساينتفك معلش ميثود بتقول لك ايه، بان انت لا ما highest تقدر level is تخلط، theory. ما تقدر تخلط منهجين مش مختلفين. هنتفق يا دكتور عبد لا المنعم في النقطة دي، اما صدق مش يعني هنتفق. تتبع منهج عندك حق او معين مش ثانية ثانية، انا تعرفت بس نقطة نظام الحقيقة لو سمحت، والنظرية نقطة على نظام لو أساس سمحت معين. استاذ باسم، لو سمحت بس نقطة نظام. حد غير استاذ جعفر مختلف مع التعريف ده؟
أنا معترف لأنه الحقيقة ما أنا معترض عليه أساس. تدرك بالأثر وبالأدلة. مثلا ماليش علاقة، ممكن تدرك بالحواس عادي أو بأثرها عادي، مش ده اختلاف. تماما أنه تدرك بشكل عام. أيوة تدرك. طيب بشكل تجريبي يعني. أستاذ عماد اتفضل. مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم. عبد المنعم ليك، أنا هحاول أبسطها شوي. أنا بالبداية ما لي مختص بموضوع البيولوجيا بشكل عام، ولكن خلينا بس نوضح نقطة. الحقيقة أول شيء هي الأمر الذي لا جدال فيه، يعني لما أنا يعني الأنف كمثال حقيقة، يعني ما في اثنين بيقدروا يتجادلوا على أنه هذا اللي موجود بنص الوش هو أنف ولا لا، ما في مجال للجدال هون، خلص صار موضوع قطعي، هذا اسمه أنف. فالنظرية لا، خليني أقول لك النظرية كمان، حاول بسط لكم إياها أكثر من وجهة نظري كمان. بالنهاية النظرية هي لما أنت بتكون عند منك حادث معين، لنفرض أنه عملية قتل، جريمة أو سرقة أو أيا يكون، والمحقق قاعد عم بيبحث بالدلائل ليصل للمجرم أو للمرتكب هذا الفعل. هي الدلائل هي اللي بيأسس على أساس النظرية اللي بتقول أنه فلان هو، طالما فلان ما اعترف، يعني لنفرض أنه الموضوع اليوم واقع بين ألف وبي وجيم، فألف وبي وجيم في دلائل بتأكد أنه ألف أو بترجح ألف قيامه بهي العملية اللي صارت. فالنظرية هي الدلائل هدول بوصلوني لنظرية بتقلي أنه ألف هو اللي قام بالعملية، طالما ألف بنفسه، بس لحظة شوي، طالما ألف بنفسه ما اعترف أنه هو اللي ارتكب الجريمة أو اللي هو قام بالقتل، فالنظرية بتضل نظرية ما بتصير حقيقة لأنه ألف ما اعترف. ولكن كل ما زادت الدلائل أكثر وزادت القرائن أكثر اللي بتدل على أنه ألف هو اللي ارتكب الجريمة، وبتخف هي الدلائل ناحية الشبهات، عفوا ناحية الاثنين التانيات اللي هن بي وجي، فكل ما كانت أقرب للحقيقة أو أقرب للمصداقية أو أقرب لإدانة ألف. بس طالما ألف بحد ذاته ما اعترف أو ما حدا شاف ألف هو عم يرتكب الجريمة، بتضل هي اسمها نظرية. بالنسبة للتطور، نحن اليوم للأسف بسبب أنه التطور هو عملية، لسه ما دخلناش في التطور يا أستاذ عماد، يعني فاهمني؟ هناخدها حتة حتة. أنت عم تسأل عن التطور، هو نظرية بين النظرية والحقيقة الوقت تمام. بس طيب إذا بس عندها النقطة هي، خليني أقول لك أنه الحقيقة هي اللا جدال عليه، الشيء الذي لا ليس عليه جدال. النظرية هي مثل ما قلت لك قبل شوي، هي اللي بتوصف حدث معين لنصل لا 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 لحقيقة معينة، ولكن مثل ما قلت في عنا إشكالية هون بالوصول لهي الحقيقة عن طريق النظرية، طالما ما قدرنا نشاهدها أو نلمسها أو ما يصير عليها جدال. يعني طالما في عليها جدال فهي بتضل ضمن نطاق النظرية. هذا باختصار، إن شاء الله يكون المثال تبع القاتل أو السارق وضح الفكرة. تمام. يعني تمام، يعني إحنا الوقت معظمنا اتفق إن الحقيقة هي ما يدرك سواء بالحواس أو كده أو بالغصد، ده معظمنا اتفق عليه، وإن النظرية جاءت لتفسير تلك الظاهرة الطبيعية أو الحقيقة الطبيعية. معظمنا اتفق على التعريف ده. طيب على أي أساس أنت حطيت التعريفين؟ ما أنا بقول يعني المنهج العلمي تعريفاته مختلفة تماما عن اللي أنت قلته. هتقول قول تعريفات المنهج العلمي. طيب تبقي حتى أبعث لك اللينك، أنا بعثته إلى أبو إسحاق، بس أبو إسحاق ما أدري وينه. ما فيش مشكلة، تفضل. النظرية الفرضية هي، لا سيبك من الفرضية الوقت. طيب النظرية هي تطبيق الفرضيات فيزيائيا أو على أرض الواقع نقدر نقول. فاللي تطبيق. وضع النظرية الرياضية، يعني أخذنا هذه النظرية يعني وطبقناها على الواقع. خلي الحوار رايح جاي، يعني طيب. النظريه مش عليها، مش هي المفروض عليها ايفيدنس اكتر من الفرضيه، يعني هي فرضيه. الفرضيه ما عليها ايفيدنس اصلا. لا، الفرضيه ممكن يكون عليها ايفيدنس بالرياضيات بالستاتستكس. ممكن يكون عليها، يا استاذي فني بس، ممكن يكون عليها ايفيدنس بس ضعيفه. صحيح، ما في ايفيدنس على الفرضيه. لا، في فرضيات عليها ايفيدنس بس ضعيفه عادي. لا، الايفيدنس رياضي ثيوريتيكال. ثانيه بس يا فرضيات يا جماعه، بس بدون يا جماعه بالله بس، يعني محدش يقاطع، خلي الحوار كده يعني رايح جاي يا استاذ. يعني انا دلوقتي لما انا اقول لك ان الاي بايوجينيسيس دي فرضيه،
هي عليها evidence بس الevidence دي ضعيفة جدا. بس رياضية theoretical ملناش علاقة بقى في evidence ولا لا. خليني أشرح لك الفرضية من الأول. الفرضية الفرضية هي مجموعة نظرية مجموعة معادلات مثلا رياضية غير مختبرة. هذه يجربوها الإيفيدنس اللي يحتكموا إليها هذه كلها عن طريق الستاتستكس والديستريبيوشن وهذه كلها الإيفيدنس كلها نظرية. فيثبت نظرية ويهمل نظرية يثبت فرضية ويهمل فرضية أخرى على حسب الإيفيدنس الرياضي المقدم عليها ولكن لم يختبروها فيزيائيا. يعني معادلات أينشتاين مثلا ما لم تختبر تعتبر فرضيات. تمام. ولكن لما أخذوها سيرن ومن غيرهم من لما تتوافق مع الواقع أو الإيفيدنس عليها تبقى كتير أو الاتجاه العلمي أيوة تصبح نظرية. مش لازم فيزيائيا يعني ممكن يعني مش لازم أنا أتكلم عن الفيزياء ولكن بالطرق الأخرى خلينا نقول أن اختبروها على أرض الواقع. يمكن اختبارها. تمام. يمكن اختبارها على أرض الواقع فهذه تعتبر نظرية. يعني النظرية هي شيء أو فرضية عليها أدلة ويمكن اختبارها على أرض الواقع. صحيح. على أرض الواقع. صحيح. تمام. متفق صحيح. معك في دي. الحقيقة. أغلب المناهج العلمية تعتبر أن النظرية هي أعلى درجات الموثوقية. صح. تمام. وما تمام. عندهم حاجة اسمها حقيقة. ولكن في حقيقة مبنية عليها النظرية دي. لا يعني لا, مثلا. لا لا. اسمعني عبد المنعم. طيب اسمعني. طيب انت أغلب. اصلا انت هتغد لسه. فانا بقول لك يعني مثلا في حاجه حقيقه عندي اسمها تنوع كائنات الحيه. صحيح. لا خلينا هذه حقيقه بتعرف نحن يعتمد على المنهج يعني. اللي انت تتبعه مو انا اقول المنهج العلمي بيقول على دي حقيقه. لا لا هي مش خلينا علميه. يا استاذ ثانيه استاذ جعفر بس خلي الحوار يحكي بالله يعني فاهم يعني هو استاذ باسم ممكن يعرف يغد يعني احنا بنناقش اوكي. اغلب هي المؤسسات العلميه تعتمد المنهج ولكن اي احيانا تعطي تعاريف مختلفه. فاغلب المؤسسات العلميه تقول بان النظريه هي اعلى مراتب الموثوقيه. ماشي انا ماليش علاقه انا يا استاذي في حقيقه الوقت في هذه المؤسسات. هذه المؤسسات ما عندها شيء اسمه حقيقه يا استاذي. انا لما تقول لهم لو سمحت اسمعني خليني اكمل يا استاذ عبد المنعم بعدين يا استاذي ده مش الديبيت بتاعنا اصلا يعني افهمني. انا بقول لك ان في حقيقه علميه هي اليست الظواهر الطبيعيه هي حقيقه. ثانيه يا كريستوفر بس ما عليه ثانيه بس دقيقه واحده وانا بس انا ما وضحتش والله وجهه نظر بس انا بقول لك دلوقتي ان في حقيقه معينه مثلا زي قلت لك تنوع الكائنات. وانا اقول لك هذه المؤسسات ما عندها اي تعريف لهذه الحقيقه. افهمني يا استاذ افهمني. طيب افهمني. طيب فأنا بقول لك إن جاء العلم لتفسير تلك الحقائق. يعني مثلا في التفاح مثلا أو كل حاجة بتقع على الأرض جاء العلم لتفسير ليه الحاجة دي بتقع على الأرض فبيكون فرضيات والفرضيات دي لما بتختبر وتقوى تبقى نظريات زي ما أنت قلت. ما عنديش مشكلة في الحتة دي بس في فاكت يمكن غصدها. فاهمني؟ أيوة بس هذه لا تسمى scientific fact. مش فاكتس. فاكتس لا هي فاكتس على حسب وجهة نظرك. انا اسف ممكن مش فاهم الطرح بتاعك ان التنوع الحياه يعني مش فاهم المصطلح مثلا يا عبد المنعم ممكن تشرحه له بس تاني. ممكن احصل دقيقه واحده بس. ممكن دقيقه واحده بس وانا بسكت وبعدين علق مثل ما تشاء. فانا اقول لك انت اذا تتبع منهج معين اوكي هذا المنهج وضع مجموعة من التعاريف. أنت إذا بغيت تلتزم بهذه التعاريف ما تخلط الأورنج وذي أبل. تمام. أنت التزم بهذه التعاريف. الآن هذه المؤسسات عرفت العلم بيفسر إيه بس؟ الفرضية عرفت العلم بيفسر إيه؟ النظرية ما عليك العلم عليك. يا أستاذ العلم بيفسر إيه؟ ظواهر تقدر تسميها ظاهرة. هي الظواهر دي إحنا بنسميها حقائق. ايوه انت لما تسميها حقيقه فانت وضعت لها تعريف. هل هذا التعريف ضمن المنهج العلمي؟ انا ممكن اجيب لك التعريف ده من 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 جامعات معتبره بس ده مش الديبيت بتاعي. طيب مو انا اقول لك
في مجموعة من المؤسسات العلمية عندها ما في شيء اسمه حقيقة علمية. خلاص يعتبروا يعتبر النظرية يعني ممكن نكون متفقين فيه. ممكن نكون متفقين. خليني استاذ عبد المنعم خليني اكمل. في بعض المؤسسات العلمية اوكي وضعت تعريف الساينتفك فاكت اللي مش كلهم متفقين عليها، ولكن حتى التعريف الساينتفك فاكت اللي هذه مجموعة من المؤسسات العلمية اللي وضعوها قالوا انها النظرية الإيفيدنس مال تبعها كثير، فحاولوا يميزوا بين نظرية في عندها مجموعة من الإيفيدنس تثبتها ونظرية أخرى عندها مجموعة كبيرة جدا من الإيفيدنس سموها حقيقة علمية. لا 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 الآن ليش موجود؟ أنا بعث اللينك إلى أبو إسحاق وببعث. هي برضه تسمى نظرية برضه، يعني هي نظرية حتى لو عليها إيفيدنس كثير برضه تسمى نظرية. خليني ابعث لك على الخاص هذا. تمام ثواني. يعني احنا معظمنا اتفق ان النظريه دي حاجه عليها ايفيدنس كتير او قليل ومختبره من الواقع ويمكن تخطئها. ايوه هذه اغلب المؤسسات العلميه ماشي على هذا الكلام. احنا دلوقتي عرفنا واتفقنا كلنا ولا يوجد شيء اسمه حقيقه علميه. طيب اذا تبغي تمشي على ماشي هذا التعريف ماشي. اوكي ماشي. او انك تبي تمشي على التعريف الاخر اللي يقول لك الساينتفك فاكت مش مشكله طيب. احنا ما اختلفناش على كده. طيب احنا بقى بنقول هل التطور نظري حد معتقد على الحكايه دي؟ حد معتقد؟ تمام لا ما في اعتراض. تمام فانا بقول لك ان التطور دي يمكن في يوم من الايام ان هي تكون خطا برضو اكيد حد ما فيش حد معترض على المقدمه دي. لا بس التطور حقيقه معلش بس حقيقه. طب انت اتفقنا احنا اوريدي ان في بس نظريه. احنا قلنا ان التطور نظريه، انت قلت ازاي دلوقتي ان هي حقيقه؟ حقيقه زي الجاذبيه ما بتحصل كده في حاجه اسمها نظريه. الجاذبيه ظاهره طبيعيه. ايوه زي بالظبط التطور. لا التطور عندك ظاهره طبيعيه اسمها تنوع الكائنات. التطور بيحاول يفسر الحته دي زي ما النسبيه بتحاول تفسر الجاذبيه. يا باشا التطور بيحصل كل يوم. يا استاذ احمد خليني اشرح لك هو طيب ايه معنى ايه اللي انت بتقوله ده قصده يعني قصد دكتور سيبك من تحسين يعني المدلولات هو قصده ان هو على الحقيقه انت تقدر تختبر الجاذبيه. هل انت تقدر تختبر نظريه التطور دي في الحقيقه؟ ده قصده يعني مش لا لا مش مش لا 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 مش ده لا لا مش دي الحته اللي انا اقصدها. انا الحته اللي انا اقصدها هو بيقول ان التطور حقيقه. التطور دي نظريه لتفسير حقيقه وهي تنوع الكائنات زي ما الجاذبيه دي ظاهره طبيعيه زي ما برضو التنوع الكائنات دي ظاهره طبيعيه. في نظريات بتفسرها زي النسبيه بتفسر الجاذبيه والتطور بتفسر تنوع الكائنات. ماشي مش انت قصدك ان نوع بيجي من نوع تاني دي لو حصلت ان كده يبقى حقيقه؟ دي مش حقيقه. لا ده بيحصل. لا مش حقيقه. اسمها نظريه التطور في الاخر. ما هي نظريه ولا حقيقه؟ نظريه. طب انت ايه تعريفك للنوع؟ مش انت عايز نوع بيجي من نوع؟ ما هو ده بيحصل. احنا دلوقتي هي النظريه ولا حقيقه؟ احنا ده ماليش علاقه بقى جوه داخل النظريه كلها. والله ما داخل النظريه حسب المنهج العلمي لا يوجد شيء اسمه حقيقه. بس النظريه هي اعلى مراتب فهي نظريه بالنسبه لي انا. ويمكن تخطئ. هي اعلى مراتب الاثبات. ويمكن تخطئ ببساطه. اذا وجد دليل منافي نعم تمام. وهذا هو في تعريفها. اذا وجدت دليل منافي ويمكن تخطئتها حتى لو سميتها حقيقه. تمام دكتور خالد تفضل. انا بس عندي سؤال دكتور. الحين نظريه فيثاغورس هل يمكن تخطئها في المستقبل؟ لا النظريات الرياضيه دي شيء اخر لان هي بيبقى عليها اثبات رياضي. بس انت لو اثبت ان الاثبات الرياضي اللي هي قايمه عليه خطا عادي ممكن تخطئ. اذا ممكن يعني منطقيا ممكن يوم من الايام اي احد يخطئ نظريه فيثاغورس صح؟ ايوه لو اثبت ان منطقيا نعم. ثانيه يا جماعه يا استاذ جيل لو سمحت يا استاذي خالد لو اثبت ان البراهين اللي هي الرياضيه اللي بتستند عليها خطا خلاص هتسكت يعني مش مشكله. لا ما بس عندي سؤال ثاني.
معلش بس استاذ محمد عنده تعليق. طب استنى بس يا استاذ يعني هو عنده تعليق على الحته دي برضه. اتفضل يا محمد. انا اول حاجه متفق مع الاستاذ باسم السيد قاله تماما، ما فيش حاجه في المنهج العلمي اسمها حقيقه، دي كلمه مجازيه مننا احنا. ممكن نقول ظواهر طبيعيه مثلا. الظاهره دي احنا اللي بنشوفها يعني، انا كده كده انا اللي بشوفها. ما فيش العلم هو بتفسير للي انا ما اعرفوش، العلم هو منهجيه. اللي انت شفته، اللي انت شفت تنوع كائنات. انا شفته بس تفسيره ايه؟ لكن بس أنا هي دي العلم يعني. يعني انا لو طلع زي ما قلت لكم، لو احنا بعد 100,000 سنه احفادنا كانوا عايشين وشافوا ورصدوا التطور بطريقه ما، خلصت القصه. انا مش محتاج نظريه. أيوة. خلاص ده ماشي. خرج يعني خرج بره اسكوب المنهج العلمي. المنهج العلمي هو محاوله لتفسير الامور كيف تحدث، اللي انا مش شايفه انا بحاول افسره بالمنهجيه. اتفقوا معاك تمام. فانا متفق تماما مع الاستاذ باسم. تاني حاجه اللي الدكتور خالد قال فيثاغورس ده قانون رياضي، القانون غير النظريه، اللو غير السيوري. تمام. اللو هو عمره ما يطلع غلط ببساطه، لانه لحد دلوقتي معانا وبيفسر. هو اعلى يعني اقصى حاجه بالنسبه للو ان هو يقعد يفسر لحد سكوب معين، وبعد كده الموضوع يخرج براه. زي مثلا تفسير. انا مش عايز اخش في الحته دي قوي، بس يعني فاهم يعني لمجرد عدم اللخبطه، يعني لمجرد عدم اللخبطه. زي مثلا اينشتاين اسمه نيوتن لما حط قانون الجاذبيه بتاعه. تمام. قانون الجاذبيه بتاع نيوتن فضل معانا شغال بتاع 350 سنه، وبيفسر الجاذبيه بشكل رهيب. احنا لحد دلوقتي بنستخدم قوانين ناسا ذات نفسها، لما اي 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 مؤسسه فضاء لما بتطير صواريخ بنطيرها بقوانين نيوتن، بالنيوتونيان جرافيتي. ما بنستخدمش النسبيه العامه. ليه؟ لانها صعبه قوي ومعادلاتها كتير وارقامها كتير وحساباتها كتير. فانا بالنسبه لي طب وليه استخدمها في حين انه في قانون اسهل اقدر لي الصاروخ ده. لكن مثلا نيوتن جه عند حته ووقف، جه عند حته وارقامه طلعت نتائج غلط. نتائج غلط ايه؟ انا قلت انها نتائج غلط ليه؟ لان انا شايفها غلط قدام عينيا. يعني لما تيجي مثلا جاذبيه نيوتن، قوانين نيوتن للجاذبيه وصلت مثلا لقت في انحراف معين في البيري هيليوم بتاع كوكب عطارد، احنا شفناه بعينينا ان هو غلط، شفناه بمقدار ضئيل جدا انه في غلط في الحسابات. ونظريتني وحسابات نيوتن، قوانين نيوتن ما قدرتش تفسر الكلام ده اللي بيحصل. فضل الكلام ده لحد ما جه اينشتاين وحط الجنرال ريلاتيفيتي. الجنرال ريلاتيفيتي خدت الجاذبيه ووسعت السكوب بتاعها تماما على 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 السكيل بتاع المجرات والكواكب ونجوم وحاجات اكبر بكتير من اللي جاذبيه نيوتن كانت بتشتغل عليه. ففيثاغورس عمره ما هيطلع غلط. ليه؟ لان هو شغال معانا لحد دلوقتي. اقصى ما في ان انا ممكن الاقي مثلث في وقت ما فيثاغورس مش راضي يجيبه، حسابات فيثاغورس تطلع غلط، فاضطر ساعتها استنى نظريه جديده او لو جديد، قانون جديد. مش هنقول نظريه، هنقول قانون جديد يقدر يفسر لي ليه المثلث ده بيتصرف بالطريقه دي. فعلا. وان كان الكلام ده برضو يعني ايه، يعني ما بتقدرش تتنبأ بيه الا لما تشوفه. يعني اصله مثلا لو زي فيثاغورس سوليد جدا، يعني ايه المثلث اللي انت هتطلعه غير كده؟ بس احنا مضطرين نقول اذ ربما، احتراما للمنهجيه العلميه، هنقول اذ ربما يكون في مثلث في مكان ما بابعاد معينه لا ينطبق عليه قانون فيثاغورس. ببساطه جدا. فده الفرق بين اللو والثيوري، مش اكتر. اللو هو تفسير رياضي يعني قدر الامكان. اتفضل يا اسماعيل. بس انا بسيط على محمد يعني، بس كنت خالد عشان في ناس لسه ما خدتش دورها. بس يا جماعه استاذ مريم اتفضل. مساء الخير. الفرق بين النظريه والحقيقه هو عنوان الغرفه يعني. اسمح لي والله في خطا يعني. طيب ماشي، هنتناقش في الحته دي بعدين. بس الفرق بين النظريه والحقيقه اخي بالمنهج العلمي عم تحكي ولا كيف؟ ايوه بالمنهج العلمي ما في. بالمنهج العلمي خطا يعني، خطا ما في كلمه حقيقه اصلا. فيعني ممكن نقول على الحقيقه دي اللي هي الظاهره الطبيعيه مثلا اللي بنقصدها مثلا. لا ما مو هيك اسمها يعني يا دكتور. اذا عم تحكي انه لا حسب ايه الفرق بين الشيء الذي يمكن قصده والنظرية عشان نوضح المسألة اكتر.
يعني يمكن حضرتك عم تخلط بين النظرية بالاستخدام العام والاستخدام العلمي مثلا؟ يعني النظرية بالاستخدام العلمي هي ايه؟ هي اعلى مرتبة بال يعني من الموثوقية فيك تقول. تمام، ما فيش مشكلة. هناخد عبد المنعم سؤال، المرض النظرية ولا حقيقة؟ كيف؟ المرض نظرية ولا حقيقة؟ تنوع الكائنات. يعني وضح السؤال. طب مرض شو شوف يعني انت تسميها حقيقة؟ بس ما هي ظاهرة خلاص يا جماعة، يعني هنعتبرها ظاهرة فتمام. طيب الظاهرة غير الحقيقة. تمام يعني الظاهرة هي اللي بتقصدها. جميل، صحيح. هلا القريب لنفرض انه المرض مرض ما هو ظاهرة، ولما نحن شخصنا انه هو القريب، هون هي حقيقة ولا نظرية؟ سؤال لكم. ما في شيء اسمه حقيقة. هلا انا مريض، هي انت ظاهرة مشاهدة. انت ممكن نقول ظاهرة، ممكن نقول ظاهرة علشان الناس عندها حساسية من الحقيقة شوي. في انواع الحقيقه لازم تتعرف بشكل واضح، يعني في حقيقه صوريه، حقيقه نسبيه، حقيقه مطلقه. اذا تحط بس كلمه حقيقه هني بيكون الموضوع تمام. هناخد تعريف النظريه بس، يعني تعريف انا هقول تعريف النظريه. احنا لازم نثبت المنهج، هل انت ماشي على المنهج العلمي ولا شيء ثاني؟ طيب ماشي، ممكن نقول ان كل اللي اتقال ان النظريه هي مجموعة من الفرضيات عليها evidence، ممكن الevidence دي تكون قوية أو ضعيفة ويمكن تخطئها. حد معترض مع التعريف ده؟ لا يمكن تخطئها أخي. في برأيك مرض نظرية يمكن تخطئتها بدليل، يعني إذا أنت تماما دليل منافي بإثبات ممكن تخطئتها. نعم تمام. هو أصلا بنحط بتعريف مثلا النظرية اللي عم تنطرح بتنحط شيء اسمه قابلية التخطيط، بنذكرها كيف ممكن تكون هالنظرية خطأ. بس هل يوجد تمام، طب هل يوجد شيء دليل من يعني من التاريخ انه في نظرية هدمت من اصلها؟ ما لناش علاقة بقى هل يمكن تخطيطها ام لا. حسب التعريف الموضوع لها يوجد، بس هل انت اوجدتها الدليل اللي يعني ده مش الديبيت بتاعنا، او احنا بنقول يمكن ولا لا. فطيب ده اللي احنا اتفقنا عليه، تعريف النظرية. طيب عايزين نتفق برضه، هل المعترض على الكلام ده يقول هل التطور نظرية؟ لو حد عنده اي تعريف تاني او اي حاجة تانية يقوله. التطور نظرية قوية جدا، يعني لو انت حطيت سلم للنظريات من نظري. 1 لـ10 فهي يعني لو حطيت سكيل للنظريات للحاجات اللي الساينتفك كوميونيتي اقوى نظرية في العالم بتقول انها نظريه، فالتطور ده هياخد تقريبا 10 من 10 يعني. ماشي اكو النظريه برضه الايفيدنس عليه قوي جدا، يعني يمكن تخطئها برضه. فولسفايبل طبعا، دي لو ما كانتش فولسفايبل ما تبقاش ثيوري. تمام. طب ليش الدكتور حاسس انه كلمه نظريه شيء يعني شيء سخيف؟ لا بالعكس، مين قال ان هي شيء سخيف؟ النظريه دي اعلى حاجه في السلم. مين قال شيء يعني شيء انه عم تقول مجرد نظريه حاجه عليها ايفيدنس او ادله؟ تمام ما... حضرتك عم تقول انه هي تبقى نظريه. انا لا 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 مو انا كان عندي تعليق على شخص تكلم ساعه عن اللوز القوانين. لا 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 ده مش الديبيت بتاعنا. لا لا هو نفس الشيء بالنسبه حق تخطئتها. التخطئه ممكن تكون بنفس الاسلوب، اذا اثبت بدليل منافي ممكن حتى تخطئه اللو. الدليل هو الاعتماد على الدليل، اذا عندك دليل منافي ولا بس تخطئها وخلاص. لا هي نظريا بنخطئها، ممكن نخطئها، هي ممكن ولا واجب، مش بهذه الطريقه. صحيح كلامك. وهذا الدليل الدليل المنافي ثابت ولا لا؟ تمام. طيب احنا محتاجين برضو نسال سؤال تاني، هل العلم هو الطريقه الوحيده للمعرفه؟ لا يعني من اول استاذ باسم كده، يعني من اول استاذ مروان. في اي اطار انت تتكلم؟ في اطار الكون ولا خارج؟ نظريه المعرفه. اي نظريه المعرفه هي. طب استنى بس يا استاذ باسم عشان ناخد الدور، نقول الاستاذه فاطمه بس. يعني استاذه فاطمه مش موجوده. طب الدكتور ايه؟
تفضل. العلم هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة؟ عن نفسي لا. طيب دكتور مروة؟ لا، آه، هو أستاذ طبعا عماد؟ مصدر، يعني مصدر مهم، لكن لوحده بس كعلم بس هو المصدر الوحيد لمعرفة الشخص لا، بس هو من أهم المصادر، خليني أقول من تمام. أهم المصادر. أستاذ عماد؟ لا. ما تمام، شكرا. باسم؟ في إطار الكون التجريبي نعم، ولكن خارج إطار التجربة الأمور التي لا يمكن تفسيرها هي مصدر وحيد للمعرفة، يعني معرفة عامة، مش بقول أيوة في الأمور التجريبية نعم. لا، المعرفة عامة، ما بقولش في الأمور التجريبية. وأنا أقول لك خارج إطار التجريب تدخل الفلسفة، ولكن في تمام. الإطار التجريبي العلم هو المصدر الوحيد نعم. تمام. دكتور خالد؟ أتفق معه، بس بإضافة الحس مع العلم. يعني الحس ممكن، الخبر لسه دي انا اطرحها بعدين. محمود؟ لا، بس احنا كده هناخد وقت كبير، يعني انت بالطريقة دي معلش يعني هتاخد انا وقت شايف كبير، مش يعني مشكلة. مش معترض عليها يعني، بس يعني عايزين نلاقي طريقة احسن الصراحة، ان يعني في اللفة دي بتاخد وقت كبير جدا، لا يعني كل عادي واحد عادي. هيقول لا، فقشطة يعني. طب خلاص يا جماعة، اللي هيقول اي ممكن يرمش بالمايك. طيب عشان ناخد تمام، يعني احنا اتفقنا ان طب اتفضل يا استاذ محمد. العلم والحس، مش العلم بس، العلم والحس، وأي حاجة هتديك، أي منهجية هتديك justified true belief فهي مصدر للمعرفة بالنسبة لي. طيب هل الخبر من مصادر المعرفة؟ لو حد معترض على ده يقول. حد عنده اعتراض؟ أنا عندي اعتراض، ولكن بالتفصيل ممكن يكون، ما تعطيني فرصة. يعني الخبر مش بس يا جماعة، بس عشان نبقى فاهمين، اللي معترض على أن الخبر من مصادر المعرفة يرمش بالمايك. الخبر الصحيح، يعني نوضح فيها ماشي. تفصيل، فيه الخبر تفصيل، إذا يعني كان صحيح نعم أو خطأ. نعم أو لا، لا يجوز في هذا السؤال، يبي له تفصيل. طيب ماشي، احنا الاول هنقول هو نعم ام لا، وبعدين نبقى نفسر بعدين. فاحنا محتاجين نمشي خطوة خطوة بس. الخبر من اذا كان صحيح او خاطئ، مصدر من مصادر المعرفة ام لا، اللي معترض على ده يرمش بالمايك بس مش اكتر. ما حدش معترض. استاذ محمد اتفضل. بناء على المنهجية، يعني ايه المنهجية ما اللي احنا ما احنا قلناش بقى هناخدها صحيح ام خاطئ، يعني احنا لسه بقى ما هنشوف هو هو صحيح لا، ولا لازم خاطئ. لازم لازم يكون صحيح. نفصل، ثانية يا جماعة افهموا يا جماعة. لازم نفصل، ما ينفعش طيب ما الخبر احنا على هنفصل في الخطوة اطلاقه، اللي جاية، يعني الخبر الخبر على مصدر ام اطلاق لا؟ على اطلاقه لا، بمعنى بمعنى لازم يكون في تفصيل، لازم يديني يعني لو واحد مثلا قال لي بيتك مع بيولع، تمام. انا عرفت ان بيتي ممكن يكون بيولع، مش شرط فعلا بيتي بيولع، بس انا وصل لي معرفة ان ممكن يكون بيتي بيولع. لا، انت ما وصلكش معرفة، انت وصل لك وصل لك اعتقاد خبر. شخص، معتقد شخص، خبر شخص بس، مش اكتر من كده. ماشي، مصدر من مصادر المعرفة برضه حتى لو كان شخصي. ايوه، بس هي مش ترو، انا ما اتاكدتش انها ترو دلوقتي justified to تمام، belief. ما هو انا ما بقولش ما استاذ بشترطش منعم، ان هي تو او لا. ممكن ملاحظه، يعني هذا هذا استاذ السؤال باسم، ما انا فيه فاهم والله انت ممكن قال تمر ايه. علينا واحد واحد، ممكن يفصل في الاجابه. ما هو احنا هنفصل اصلا في الخطوه اللي بعد كده، يعني فاهم، احنا مو هنفصل في الجواب الخطوه نعم الجايه. او لا ما ينفع فيها. لا يعني انت شايفه كخبر مثلا، واحد قال لك يعني مثلا ان ده والدك مثلا، او ان انت تصدق الورقه العلميه دي بتكون ما انت بدون ما انت اختبرتها. طب يعني انت مثلا عبد بتصدق. المنعم، عفوا ثانية عبد بس يا المنعم، أستاذ، سامحني، تفضل تفضل، عفوا اتفضل. عفوا. لا، طيب تفضل أنا تفضل. بقول مثلا إن أستاذ حكيت مثلا شوية محمد صدق ورقة علمية معينة من غير مثلا ما يجربها، فده اسمه خبر تصديق. فإحنا بنقول إن بعيدا عن الخبر ده صحيح أو خطأ، فهو مصدر من مصادر المعرفة. حد معترض على ده؟ طب أستاذ علي اتفضل. طب علي صوتك. طيب صوتك جدا بعيد يا سيدي علي، كمان بعد شوية بعيد بس شوية. والله احنا لو في
الهدف بتاعنا النوليدج، ان احنا عاوزين نوصل للمعرفه الاقرب للحقيقه المطلقه، وانت هتاخد بالخبر ده كمصدر للمعرفه، فلا من غير اي برهان. صوتك بعيد جدا استاذي. لا عفوا استاذ علي، هو بمجرد على الحالتين، في حال كان شخص لا دينه، تمام، لا دينه، هو ينقض ينقض الاصول المعرفيه اللي هي مصدر المعرفيه اللي هو مصدر الخبر، تمام، في حال هو عم يتكلم بالتطور ويتبجح بالتطور، فهو عم بيعرض نفسه يعني، فهو كيف رضاها على انه هو يصدق اشياء وينقض اشياء، هذا موضوع تاني، بحث تاني، انا ما بعرف ليش انتم جيتوا على هالموضوع. انا ثاني بس يا ابو اسحاق، انا فاهم بس في منهجيات، بس ثواني بس ثاني بس ثاني. همام 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 معنا همام همام يا ابو اسحاق، بس همام مصطفى، بس دقيقه بس دقيقه، همام مصطفى سامعين اثنيناتكم ولا لا؟ مصطفى انا قصدك على، ايوه، انت بتعرفوا مين سكر الغرفه ولا لا؟ لا والله ابدا. ايه؟ لا مش انا يا ابو اسحاق، مش انا، لا ما فلتش حاجه و خلاص ماشي، مش اتفضل على النعم. طيب تمام، بس ممكن حتى يكون لو ما حدش من المودريتورز ممكن يكون صاحب حتى الكلب يقدر يقفلها يعني. تمام يا مصطفى، بس تمام. فالوقتي احنا اتفقنا ان ممكن يكون الخبر لو هو مدعم بدليل انه يكون مصدر ومصادر معرفة. لا لا لا، هذا محور اخر تماما يا عبد المنعم. طب قول. مو انت، احنا ليش كنا معترضين على السؤال؟ انا شخصيا، لان انت لما تبغي تقول انه هو مصدر من مصادر المعرفة، فتركب عليها انها يعني مصدر موثوق، انها تعطي معلومه صحيحه. مش كده. ايوه، اذا كان انه هو مصدر ممكن يكون موثوق وممكن لا يكون موثوق، انا معك. مش بس هو مصدر ولا لا، بغض النظر عن موثوقيته، مصدر تاتينا منها المعلومه، نعم، ولكن هذه المعلومه صحيحه او لا، ما في مشكله. تمام. شعب منعم، انت في النهايه ترمي على فكره رسائل الانبياء وكده ولا ايه؟ ثانية ثانية، انت هتفهم بس هتفهم النقطة دي، بس هتفهم الحتة اللي انا عايز اجملها. اوكي طيب. دلوقتي لما انا اقدم مثلا، هاجي للحتة اللي قال علي، لما انا اقدم مثلا نص معين واثبت ان النص ده فيه معرفة مطلقة جاية من عند الله، واثبت وجود الله اولا، وبعدين اثبت ان الله ده ارسل انبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم كان من الانبياء، بغض النظر عن الاستدلال، يعني احنا ممكن نستدل كده فعلا ولا لا؟ فاحنا نفترض ان احنا استدلينا كده واثبتنا ان الكتاب اللي في ايدي ده اللي هو القرآن مثلا من عند اله، وفي قواعد موضوعية لفهم النص القرآني ده، وهي مثلا اصول التفسير او علم اصول الدين، بقواعد منهجية معينة حتى دي، فأنا لو تعرضت نظرية علمية إيه اللي هيكون الحل؟ هنمشي كيو كده من أولى أبو إسحاق. صاحبي والله ما سمعتك، سامحني. طيب السؤال بس. أنا بقولك يعني أنت عندك دلوقتي كتاب أنت واثق إن هو مطلق جاي من عند إله. طيب. وعندك قواعد. وعندك قواعد منهجية لفهم الكتاب ده في مقابل نظرية مثلا. أكيد أنا أصدق الكتاب يعني، ولا أصدق النظرية، بحث عن. تمام. أستاذ عماد، عيد السؤال عبد المنعم لو سمحت. طيب أنا بقول دلوقتي حضرتك معاك كتاب اسمه القرآن، أنت متأكد أنه من عند إله، وتقدر تستدل استدلال منطقي كامل على ده وتثبت أن الكتاب ده من عند إله، وفي قواعد منطقية أو قواعد منهجية موضوعية لفهم النص ده، وقدامك الوقت نظرية علمية، هتصدق النظرية دي ولا هتصدق الكتاب؟ الكتاب. تمام. أستاذ باسم، يعني أنا بصيغ السؤال بطريقتي أنا، لو أن أنا عملت تجربة معينة ورأيت حقيقة تجربة معينة، أنا تجربة غير نظرية، احنا قلنا كده. أيوه أنا بقولك نظرية، السؤال كان على نظرية. معلش، النظرية أنا وضعتها مثلا. طيب. أنا اللي عملت التجربة وأنا وضعت النظرية، والنظرية أثبتت
وفي عندي رفرنس ثاني يغلطني في شيء انا شفته وانا انا جربته. ما لا ما شفتوش النظريه، ما شف ما فيش شفته. انا خليني اقول لك اصيغها بطريقتي انا. لا احنا اتفقنا على النظريه فما تجاوبش على سؤال تاني. مو انت قاعد تاخذ تو ثيوريتيكال ريفرنسز، اما انا اقول لك خذ ثيوري وبراكتيكال. اذا انا شاهدت حقيقه بالنسبه لي انا هذه مثبته، شفتها بعيني وجربتها بايدي، وياتي مصدر اخر يقول لي ان اللي انت شفته خطا، انا اصدق عيني. لا ما هو احنا بنقول النظريه اصلا انت ما تشوفش بعينك. يعني ايه النظريه هذه قابله للتجربه. اتفقنا على كده. النظرية إيه؟ العلمية قابلة للتجربة، وأنا وثقت بالتجربة، وثقت مثلاً. مش حاجة اسمها النظرية قابلة للتجربة أصلاً. قبل الرد ده مش هتبقى اسمها نظرية. النظرية دي مجرد، يا أستاذ محمود لو سمحت، النظرية دي مجرد تفسير إحنا وضعينه للظاهرة اللي قدام. مو إحنا طبقناها على أرض الواقع، وفي مستندات. لا هي ما تبين ما ان هذه جربت. مفيش حاجه اسمها نظريه، مفيش حاجه اسمها نظريه طبقناها على ارض الواقع على فكره عشان فاهم. هي نظريه ممكن تكون مطابقه للواقع او بتشرح جزء منه. في الساينتفك ميثود من الشروط بان تكون مجربه في الواقع. ثانيه من خلال التجريبيه يا جماعه بالله، بس عشان ما نرجعش تاني لتعريف النظريه، احنا ثانيه نرجع لتعريف النظريه. من خلال التعريف نفسه نعرف ان هذه النظريه مجربه على ارض الواقع. طب قلت هي لا احنا قلنا تعريف النظريه هي مجموعه من الفرضيات، صحيح، مجموعه من الفرضيات عليها ادله اذا كانت قويه او ضعيفه. لا هي مجربه على ارض الواقع، اسمها ضعيفه في النظريه. هي لا لا فرضيه لا مبنيه على لا لا. يا جماعه لو سمحت محدش يقاطع، لو سمحت يا جماعه انا بتكلم مع استاذ بس. ممكن كل واحد يتكلم في ظروف بعد اذنك عشان بس يعني نمشي الكيو بسرعه. فانا بقول لك دلوقتي النظريه دي يعني مجموعه من الفرضيات عليها ادله، ويمكن الادله من اي نوع، ايا كانت الادله باي نوع. لا 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 انا بينت لك ان الفرضيه عليها ادله رياضيه. ماشي، ما يمكن تخطئتها. ايوه، ولكن النظريه عليها ادله فيزيائيه. لا مش شرط يكون على ادله فيزيائيه. كيف اذا ما كان اوكي، اذا النظريه مش فيزيائيه مثلا بيولوجية عليها ادله بيولوجيه ولكن مجربه على ارض الواقع، هذا هو تعريف النظريه. او يمكن تخطئها، ممكن تكون بتفسر فعلا جزء من الواقع. دائما انا قلت لك حتى لو يمكن تخطئتها بالدليل المنافي. تمام، وانا بقول لك بقى ان انا اثبت لك، وانا اثبت لك ان كتاب تاني ممكن تخطئتها بالدليل المنافي. طيب ممكن تخليني اكمل؟ وانا اثبت لك بدليل قاطع ان الكتاب ده من عند اله مثلا، دليلك المنافي ده ايه؟ دليلك المنافي هو الكتاب. ايوه قلت لك ان في كتاب جاي من عند اله. لا هنيئا لك اذا كان هذا دليلك المنافي. أيوة انت قدرت تنقض النظريه بدليل. انا ما قلتلكش ان ده نقد علمي. لا سيدي، خلينا نشوف المؤسسات العلميه شو يقولون عن دليلك المنافي هذا، موثوق ولا لا. ما فيش مشكله، بس هو دليل علمي منطقي او عقلاني، ملوش علاقه بال دي طريقه علميه، دي طريقه منطقيه ملهاش علاقه بالعلم. انت عندما تريد ان تثبت عكس النظريه تثبتها بنفس المنهج العلمي ليس خارجه. تمام.